ازيكم يا احلى متابعين قناه ماينكرافت بالعربي. في الفيديو ده هنعمل مع بعض اسهل سلايم فارم في ماينكرافت. بالسلايم نقدر نعمل حبال وماجما كريم ستيكي بيستون او حتى بلوكه السلايم نفسها، خصائصها جميله زي النطاطه الترامبولين. ده غير ان كرات السلايم هي الغذاء الرئيسي للضفادع. كل اللي محتاجينه ان احنا نلاقي البايوم اللي قدامنا دي، اسم البايوم هو سوامب او مستنقع بالعربي يعني. بمجرد ما نلاقيها بنروح على المنتصف مثلا ونسوي الارض باستخدام الشافل او البيكاكس، ولو في شجر نشيله لحد ما يبقى عندنا سطح مستوي بالشكل ده كده. نيجي بقى للايتمات اللي هنستخدمها في بناء الفارم دي. اول حاجة عايزين 18 ستاك من السلابس وسبع ستاكات من اي بلوكة بناء، وستاك واحد زائد 55 من الاسكافولدينج. وطبعا ينفع نستغنى عن الاسكافولدينج ببلوكات وسلالم خشبية، المهم يكونوا نفس العدد. لسه في كمان حاجات محتاجينها، وهي 16 ستاك من الديرت زائد 4 بلوكة حديد زائد كارفت بامكن عشان نعمل الايرون جولم، زائد 49 ماجما بلوك، زائد 53 جلو لايكن اللي هو بنلاقيه في الكهوف ده، و16 ريل و40 باورد ريل و9 ريدستون تورتش، واحدة ماينكارت وذا هوبر، و6 هوبرز، وعايزين تورتشز كتير، و16 فنس، وما ننساش طبعا 2 تشست. بعد كده بقى شباب هنروح نحفر حفرة في النص مسافة 3 بلوكات لتحت، وبعدين هنحفر من على كل جنب من جوانب الحفرة مسافة 3 بلوكات برضو، وبعدين هنوصلهم ببعض، وبرضو هنحفرهم بعمق 3 بلوكات لتحت. وبكده يا شباب نكون عملنا مربع مساحته 7 في 7. لو جينا نعد من على كل جنب هنلاقي 1 2 3 4 5 6 7 وارتفاع 3 بلوكات. هنحدد اي جنب من الجوانب، وده الجنب اللي هيكون فيه الصندوق اللي هيتجمع فيه كل السلايم، ونشيل اخر صف تحت، وبعدين نروح على الجنب الشمال ونحفر 4 بلوكات وكمان بلوكتين من على الجنب كاننا بنعمل حرف L. بعد كده هنحفر لقدام مسافة 3 بلوكات عشان نعمل الغرفة اللي المفروض هنقف فيها وقت ما نحب ندخل ناخد كرات السلايم اللي هتبقى موجودة في التشست. لاحظوا ان انا بكسر البلوكات اللي بعد الصف بتاع حرف ال اللي احنا عملناه. ممكن تكتفي بان ارتفاع الغرفة يكون بلوكتين، او لو حابين ان هو يكون ارتفاع 3 بلوكات فنسيب اول صف ونبتدي نحفر الصف اللي بعد حرف ال برضو زي ما قلت لكم يا شباب. فيبقى ده الشكل النهائي عندنا. هنبدأ اول حاجة بان احنا نحط الصندوقين اللي معانا قدام حرف ال بالشكل ده كده، وهنيجي في منتصف الغرفة ونروح كسرين البلوكاية اللي فوق ونحط 3 سلالم خشبية، ونطلع فوق نحط التراب دور عشان نقدر نقفلها واحنا داخلين او خارجين من الغرفة، فتبقى يعني امان لينا ان مفيش اي مبات ممكن تدخل الغرفة دي. طبعا ممكن نحط سرير وننام عشان نكمل بناء الفارم في النهار، طبعا ما نحبش ان احنا نبني في الليل ابدا يعني. كمان ما ننساش ان احنا نشمع المكان عشان مفيش اي مبات تشست من هنا يعني. بعد كده هيبقى وقت ان احنا نوصل الهوبرز بالتشست، فهنشفت ونروح من على الجنب نشاور على التشست ونحط الهوبر، وبعدين نوصل باقي الهوبرز بالهوبر اللي متوصل بالتشست. طبعا انا بحب دايما اجرب كل حاجه قبل ما اكمل، فهنرمي اي حاجه معايا كده على الهوبرز هنلاقيها فعلا اتفضت في التشست، يبقى هي كده شغاله صح. ركزوا معايا بقى، هنسيب بلوكايه بعد الهوبر الاخير وبعدين نحفر بلوكتين لتحت ونكمل حفر على امتداد الصف كله، وبعدين هنملى صف البلوكات اللي تحت ده كله بريدستون تورتش، وبعدين هنقفل عليهم ببلوكات تاني. بعد كده هنروح على اخر هوبر اللي على الجنب الشمال ونسيب مسافة بلوكاية ونحفر بلوكتين لتحت، وبعدين نحط الريدستون تورتش ونقفل عليه ببلوكاية. ركزوا معايا بقى في اللي جاي عشان هنعمل حاجة جميلة جدا. هنروح على اول هوبر ونحطه فوقه الريل العادي ده، وبعدين على يمينه هنحط باورد ريل ونكمل لحد ما نوصل على البلوكاية اللي احنا حطينا تحتها الريدستون تورتش. هتلاقي ان كل الباورد ريلز نوروا بقى باللون الاحمر، وبنحط 2 ريلز على الصف الاخير وبنكمل عليهم بالباورد ريلز عشان يعملوا دوران بالشكل ده كده. ولاحظوا ان كل ما الباور دريل بتكون فوق البلوكات اللي تحتها الريدستون تورتش بتلاقي ان الصف بتاع الباور دريلز كله نور بالاحمر. ضروري جدا ان انتوا تعملوا نفس الشكل اللي انا بعمله ده عشان الفارم تشتغل بكفاءة 100%.
وبكده شباب نبقى عملنا طريق سكه حديد ينفع ان احنا نحط عليه الماين كارت والهابر اللي احنا جايبينها معانا، ودي اللي هتكون مسؤوله عن تجميع كل كرات السلايم وتفريغها في الهابرز، والهابرز طبعا هتفضيها في التشست. زي ما انتم شايفين طبعا الماين كارت هتفضل تتحرك الى ما لا نهايه، عمرها ما هتقف لان كل الباور دريلز منوره بالاحمر، الا طبعا انا وقفتها بنفسي. فناخد بالنا ان احنا نسيب الماين كارت والهابر شغاله بتتحرك، وبعد كده ممكن نكسر اي بلوكايه جنبنا ونطلع بره المكان خالص. بعد كده بقى شباب هنجيب بلوكات الماجما اللي معانا ونبتدي نحطها على البلوكايه الثانيه، يعني فوق الماين كارت بالظبط. وبعدين هنحوط الحفرة اللي احنا عملناها بأي نوع من البلوكات، ارتفاع 3 بلوكات، فنبقى كأننا عملنا حفرة جديدة مكونة من 9 في 9. هنروح على منتصف السور اللي احنا عملناه ده، المنتصف يعني البلوكاية رقم 5، يعني في 4 بلوكات من على يمينة و4 بلوكات من على شمالها لان هم مجموعهم 9، وهنطلع من المنتصف ب 13 بلوك ديرت. عدوا كويس قوي ان هم يكونوا 13 بلوك ديرت عشان ما يحصلش لخبطة بعدين، وهنكرر طبعا على كل الجوانب. بعد كده بقى شباب هنيجي بعد البلوكاية 13 اخر بلوكاية في الديرت، ونروح طالعين ببلوكاية بناء اي نوع من البلوكات، وبعدين على شمالها هنحط 4 بلوكات، وتحت البلوكاية الرابعة هنحط ديرت، وجنب الديرت هنحط 3 بلوكات وتحتهم ديرت، وبعدين بلوكتين وتحتهم ديرت، وبعدين بلوكتين كمان وتحتهم ديرت، وبعدين بلوكة وتحتها ديرت، وبعدين بلوكة كمان وتحتها ديرت، وبعدين بلوكة كمان وتحتها ديرت برضو. وطبعا لو في اي شجر في طريقنا او حاجة اكيد طبعا نشيله من طريقنا. عشان نقفل ربع الدايرة هنكمل يا شباب بعكس اللي احنا بدأنا بيه، فهننزل بلوكتين ونحط تحتها ديرت، وجنب الديرت نحط بلوكتين كمان وتحتها ديرت، وجنب الديرت نحط 3 بلوكات وتحتها ديرت، وجنب الديرت نحط 4 بلوكات. هنلاقي ان احنا كده قفلنا الربع الاول من الدايره. انا عارف الطريقه تبان معقده، ولكن لو عملتوا الربع الاول من الدايره هتلاقي الثلاث ارباع التانيين سهلين وهتقدروا تعملوها بسهوله، ودي تايم لابس هتكون مرجع ليكم لما تيجوا تنفذوا الفارم في العالم بتاعكم. ولو اني يعني اشك ان الشرح اللي انا شرحته من شويه كان كافي، يعني عرفونا يا شباب في الكومنتات. بعد ما بنخلص حدود الدايره بنملاها من الداخل ببلوكات ديرت، وما ننساش ان احنا نشمع المكان بالكامل والا هيترس بالمبات زي ما انتم شايفين السهام اللي عليا دي كلها. هنستخدم الشافل نعمل بيه كليك يمين على الحدود الخارجيه للديرت بالشكل ده كده. كمان برضو ما ننساش ان احنا نشمع المنطقه بالكامل حوالين السلايم فارم عشان ما فيش اي مبات تترسبن، حتى السلايم نفسهم ما يترسبنوش خارج الفارم. هنيجي بقى يا شباب على البلوكايه اللي في النص، يعني هنعد من على الجنب كده 1 2 3 4 5، هي دي اللي في النص، وهنطلع مسافة 3 بلوكات ديرت، وهنحط البلوكاية الرابعة تكون أي بلوكة بناء، وفوقها هنحط بلوكاية ديرت أي بلوكة مؤقتة، وهنحوط البلوكة المؤقتة دي بصف كامل من الفنسز، وبعدين هنحط على البلوكاية اللي في النص واحدة جلو لايكن من اللي جايبينها معانا، وهنعمل صف تاني كمان من الفنسز. بعد كده هنشاور على الصف التاني من الفنسز ونحط بلوكاية مؤقتة تبقى في النص كده، وبعدين نحط فوقيها بلوكتين من الحديد، وبلوكة حديد على اليمين وبلوكة حديد على الشمال، ونحط فوقهم الكارف بامكن عشان نعمل ايرون جولم. بس قبل ما نحط الكارف بامكن نشيل البلوكايه المؤقته اللي احنا حطيناها تحت دي، فهينزل الايرون جولم يتحبس في منتصف الفنسز دي، وبعدين هنشيل كل البلوكات المؤقته ونسيب البلوكايه اللي واقف عليها الايرون جولم بس. بعد كده بقى يا شباب هنعمل سور ارتفاعه 3 بلوكات حوالين الفارم كلها. وبعدين فوق السور هنحط سلاب ونملى كل المكان من الداخل برضه بالسلابس. لاحظوا ان انا سبت البلوكايه اللي فوق الايرون جولم مفتوحه، هحط فوق الايرون جولم بلوكايه عاديه، هتلاحظوا ان هي زايده نص بلوكايه عن السلاب. هنكسر اي سلاب من دي عشان ننزل لتحت نبقى جوه الفارم. وبعدين يا شباب حرفيا دي اهم حاجه في الفارم، فعايزكم تركزوا قوي. لاحظوا ان على كل زاويه انا حاطط تورتش على اليمين وتورتش على الشمال
عشان هيبقى علامة مهمة جدا لينا بعد كده. توزيع الجلو لايكن مهم جدا ولازم تعمله بالظبط زي ما انا بعمله دلوقتي. هنقف على يمين وشمال كل زاوية ونحط الجلو لايكن فوقينا بالظبط زي ما انتم شايفين، فوق كل تورتش موجود الجلو لايكن متقابلين مع بعض بالشكل ده كده. بصوا وانا واقف ومدي ظهري للايرون جولم يبقى دي الجلو لايكن اللي على اليمين. هنسيب مسافه 2 بلوكايه وبعدين نحط الجلو لايكن اللي بعدها، وبعدين نسيب مسافه 2 بلوكايه ونحط الجلو لايكن اللي بعدها، وهكذا لحد ما نوصل للبلوكايه اللي قبل الاخيره. هنعمل نفس القصه للجلو لايكن اللي على الشمال، مسافه 2 بلوكايه ونحط جلو لايكن لحد ما نوصل للبلوكايه اللي قبل الاخيره. ولكن في حاجه زياده كمان محتاجين نعملها على الجلو لايكن اللي على الشمال دي. هنعد الجلو لايكن اللي فوقينا 1 والجلو لايكن اللي بعدها 2 والجلو لايكن الثالثه قبلها ببلوكايه. هنخش يمين مسافه 1 2 3 4 5 وفي البلوكايه السادسه نروح حاطين جلو لايكن. جنب الجلو لايكن دي هنطلع مسافه 1 2 3 4 وفي البلوكايه الخامسه نحط جلو لايكن، وبرده نفس الجلو لايكن دي قدامها هنعد 1 2 3 4 وفي البلوكايه الخامسه نحط برده جلو لايكن. وبكده شباب نبقى خلصنا الاناره بتاعه الربع الاول من الدايره، هيكون شكلها زي ما قدامكم كده بالظبط. لاحظوا هنا السلابس اللي في السقف دي غير اللي انا كنت بشرح عليها، لان انا عملت الفارم مرتين عشان الشرح يبقى واضح ليكم بشكل افضل. هنقول تاني ظهري للايرون جولم وعلى يمين وشمال الزاويه هنحط على السلاب اللي فوقهم جلو لايكن، فيبقوا متقابلين مع بعض بالشكل ده كده. الجلو لايكن اللي على يمين الزاويه واحنا ظهرنا للايرون جولم هنكتفي بان احنا بنسيب مسافه بلوكتين ونحط جلو لايكن لحد ما نوصل البلوكايه اللي قبل الاخيره بالشكل ده كده. اما الجلو لايكن اللي على شمال الزاويه واحنا ظهرنا للايرون جولم برضو بنسيب مسافه بلوكتين ونحط جلو لايكن لحد ما نوصل للسلاب اللي قبل الاخيره، ولكن بيزيد عليها بس ان احنا بنعد فوقينا الجلو لايكن اللي فوقنا ادي 1 والجلو لايكن اللي بعدها 2 والجلو لايكن الثالثه قبلها ببلوكايه، نروح داخلين على اليمين مسافه 5 بلوكات وبعدين نحط جلو لايكن على السلاب السادسه، وبعدين نعد مسافه 4 بلوكات على شمالها نحط جلو لايكن، وبعدين مسافه 4 بلوكات قدامها ونحط جلو لايكن، ونكرر ده يا شباب على الزاويتين الباقيين. لاحظوا ان انا شرحت الجلو لايكن مرتين ولكن عشان هي مهمه جدا، لان لو عملت توزيع اناره الجلو لايكن بشكل غير اللي انا عملته ده هيترسبن موبات ثانيه زي السكيلتون، هيقدر ان هو يقضي على الايرون جولم ويبوظ لنا الفارم خالص. فلازم تتاكدوا من توزيع الجلو لايكن بالشكل اللي انا قلت عليه بالظبط. بعد كده بقى يا شباب هنشيل كل التورتشز او الشمع اللي موجوده على الارض عشان الفارم تشتغل. هنلاقي برده ان في اضاءه خفيفه جدا جوه سببها الجلو لايكن اللي هتسمح ان السلايم يترسبن، ولكن مش هتخلي اي موب تاني يترسبن غير السلايم. بعد كده هنطلع فوق الفارم، وطبعا ما ننساش نقفل البلوكايه اللي كسرناها عشان ننزل لتحت، ونروح على البلوكايه اللي فوق الايرون جولم نحط كل السكافولدنج اللي احنا جبناهم عددهم 119، او ممكن نحط بلوكات مؤقته عاديه ممكن ديرت حتى ونحط عليه سلالم خشبيه لادرز. المهم ان احنا نطلع لفوق يا شباب بنفس عدد البلوكات 119 فوق المنتصف بتاع الفارم يعني فوق الايرون جولم، وبعدين نعمل غرفه AFK اللي هنسيب فيها الكمبيوتر في الوقت اللي السلايم فيه هيكون بيترسبن تحت داخل الفارم وبيحاول يهجم على الايرون جولم، وبعدين بيقع على الماجما كيوب ويسيب لنا سلايم بول الماين كارت بتاخدها وتحطها لنا في الهوبرز، والهوبرز بتفضيها في التشست. طبعا غرفه AFK دي ممكن تصمموها زي ما انتم عايزين، المهم ما ننساش ان احنا نحط تورتش جنبنا عشان برده ما فيش اي موبات تترسبن في الغرفه دي. يعني بعد الانتظار لفتره طويله جه اخيرا الوقت ان احنا ننزل ونشوف نتائج الفارم. سامعين طبعا صوت السلايم وكمان مكتوب الايرون جولم وكل حاجه شغاله تمام جدا. تعالوا نفتح التشست، التشست فعلا موجود جواه كميه رهيبه من السلايم بولز، وما زالت الماين كارت عماله بتجمع في سلايم بول. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو انتم جديد هنا، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.